بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضرتكم خطارة الفجر، كل يوم بنتقابل مع بعض في قبل الفجر كده بدقايق، بكلم حضراتكم عن حاجة قرأتها النهاردة وبشارك حضراتكم في المعلومة. أنا عندي أمل إن إحنا نشارك بعض طلب العلم، واللي يقرأ حاجة يوصلها لغيره، واللي يعرف معلومة وهكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. واخد نية قيام الليل، احنا بنحيي الليل دلوقتي حتى ولو جزء صغير من الليل في شيء ربنا بيرضى عنه. واخد كمان نية حضور مجلس العلم، لان احنا دلوقتي بنتناقل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوم العلماء، فاحنا في مجلس علم وبالطريقة اللي متاحة لنا في التواصل، فالحمد لله رب العالمين. أنا النهاردة كنت بقرأ في كتاب أيها الولد، بفكر حضراتكم قرأنا منه في بداية خاطرة الفجر. ده كتاب للإمام حجة الإسلام محمد الغزالي، المتوفى 505 هجريا، وهو عالم فقيه مربي شافعي المذهب، أحد كبار علماء المسلمين. كان عنده تلميذ عاش معاه عدد معين من السنين، وبعدين التلميذ ده راجع بلده عشان يعلم الناس علم الإمام الغزالي. فقعد بين ايدين الشيخ وقال له: وصيني يا مولانا لما اروح عند بلدي اعمل ايه؟ فقال له: ايها الولد، وبدا يوصيه. والتلميذ النجيب اللي بيحب شيخه وعمال يكتب وراه لغايه ما طلع لنا الكتاب ده. ممكن الكتاب ده يبقى حوالي تقريبا 60 صفحه بالحجم اللي حضراتكم شايفينه، لكنه يربي امم ويربي قلوب من خلاصات خبرات الاستاذ الحبيب وهو بيوصي تلميذه وابنه الحبيب. وانا كنت قلت لحضراتكم انك لما ربنا بيعطرك في شيخ مربي عالم جليل رحيم، انت كأنك لقيت الجنة في الارض. وفعلا الانسان لو اهتدى لمن يعلمه الدين ويسقيه الرحمة والحب مع المعلومات الدينية، يبقى وجد وريث من ورثة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فليتمسك به. واللي ما يلاقيش يقرأ الكتب، كتب من شهد لهم العلماء انهم مربيين، لأنه بيسقيك الحب والرحمة مع العلم. لأن العلم لو معهوش حب ورحمة بيورث إنسان متكبر، ولو في حب ورحمة مع العلم زي ما ربنا كده قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عشان ينزل العلم ما يعملش كبر، ينزل على إنسان رحيم فيورث إنسان متدين لكنه رحمة للناس ورحمة للعالمين. فبيقول له في نهاية الكتاب خالص: عايز أوصيك بأربع وصايا. قال له الوصية الأولى، ودي اللي هقراها مع حضراتكم وهقول لكم فكرة فيها. قال: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه. عامل ربنا زي لو واحد بيشتغل بيخدمك تحب يعاملك. قال: ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. شوف الكلام، عبدك المجازي يعني اللي بيخدمك بيساعدك، ما بيسموه عبدك كنوع مجازي، احنا كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. فبيقوله عبدك المجازي اللي ما ترضاش منه يعمله معاك لا ترضى من نفسك مع الله. الحقيقة ان المعنى ده مكرر كتير جدا في الشريعة، فكرة ان انا اعامل ربي وهو ربي زي ما أحب إن الناس تعملني. شوف ربنا لما يتنزل معانا في الوصية دي، زي ما أنا ما أحبش إن حد يخلف وعده معايا، المفروض أنا ما أخلفش وعدي مع الله. يوم ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. زي ما أحب لما أنده على حد بيشتغل معايا بس في هيراركي أقل مني، يعني في مستوى وظيفي أقل مني، فلما أنده عليه بيعمل إيه الموظف؟ بيقوم قايم ولابس البدلة، يا ما شفناها، لابس البدلة وشدد الكرافتة وقافل الزرار اللي فوق، راح يقابل الرئيس بتاعه، راح يقابل المدير بتاعه حتى يظهر أمامه في أجمل هيئة، بيسموها في الشركات الدريس كود، يلبس إيه أحسن حاجة بحيث لما مديره عينه تقع عليه يشوف إنسان كامل. نفس الكلام ده احنا مطلوب مننا لما ربنا يقول لنا: حي على الصلاة حي على الفلاح.
ده ساعات ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لنا في القرآن كلمات بنستخدمها مع بعض، يقول لنا عاملوني بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لدرجة أن الصحابي أعتقد سيدنا أبو الدحداح قال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض. شوف لما ربنا صاحب الخزائن الملأة يقول سلفوني، الله يطلب منا القرض. فشوف لما ربنا يقول لك سلفني وهردها لك أضعافا مضاعفة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وكأن ربنا بيلفت النظر لوصية، لكلام يشبه وصية الإمام الغزالي، عامل ربنا زي ما تحب اللي بيساعدك أو اللي بيخدمك يعاملك. شفت انت لو تنده على واحد بيشتغل معاك وانت في منصب اعلى وقال لك ساعتين وجاي لك، رغم انه قادر يجي دلوقتي وانت عايزه دلوقتي. شوف احنا بنعمل بصمة في الشركات بحيث ان يبصم يبقى جه الساعة 8 بالظبط، وكل تأخير بيتحسب عليه بينالتي ويتحسب عليه خصم، ولو اكتر من نص ساعة ممكن تبقى نص يوم. شايف هذه القوانين الحازمة عشان نسمع كلام بعض؟ وربنا سبحانه وتعالى واسع وعفو معانا لما بينده علينا. او بمناسبة حلقة الحجاب النهاردة، مفيش مكان في الدنيا في الشغل غالبا الا وفي الدريس كود. في المدرسة المدرسات والمدرسين مطلوب منهم يلبسوا حاجات، البنك ليه ستايل معين بيبقى فورمال، مش عارف دخول اماكن معينة لازم يكون بالكرافتة، لان ده يليق بمعاملة المكان والسيستم اللي في المكان. عشان كده لما ربنا يفرض علينا حاجة في شكلنا ولا في لبسنا ولا في الفاظنا، هي مش ضغط ولا قيود، إنما هي يقينا لمصلحتنا. فبيقول له يا ابني عامل ربنا زي ما تحب عبدك المجازي يعاملك. بس الجملة فيها قال والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. فكل واحد انت عارف من اكتر الحاجات اللي الواحد بيحب الناس تعامله بيها الاعتذار لما يغلطوا. والانسان وانت مثلا لو انت كبير ومخلف، لما ابنك يغلط فيك، عارف لو كان قلبه شديد شوية، المصريين يسموه جاحد، لو كان جاحد وقلبه شديد شوية فينيمك وانت زعلان، ولا ينيمك يا أمه وانت زعلانة، يبقى نومتك وانت زعلان وانه ما جاش اتأسف لك تقهرك أكتر من الموضوع اللي هو أصلا زعلك فيه. تطويل بعده عنك وممارسته للحياة الطبيعية، وتلاقيه بيخرج مع أصحابه بيتكلم في التليفون وبيضحك في أوضته بصوت عالي، يا ابني ده انت لسه مزعق لي ولا شاتمني ولا ابوك ولا انا امك، انت ازاي عايش بلا مبالاه بعيد عني؟ واجمل طبطبه وجبر خاطر لما ابني يروح لابوه ويقول له انا اسف حقك عليا انا غلطت. ياه، تفهم منها ليه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله افرح بتوبه العبد من عبد ضل راحلته في الفلاه. واحد كان راكب جمل، الجمل ده جري منه في الصحراء فتيقن انه هالك، فحفر لنفسه حفرة زي القبر ينتظر الموت، فجاءت الناقة تداعبه بخطامها. رجعت الناقة بعد ما جريت في الصحراء ساعتين ثلاثة وهو قال أنا يقينا ميت، بتلعبه كده بالحبل بتاعها، فقعد يخبط في رقبته وهو نايم، فلقى الجمل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرحة، من كتر فرحته برجوع الجمل سر حياته تهته في الكلام، وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله، شوف كده، شوف التنزلات الإلهية وجمال كلام النبي، قال فالله أفرح بتوبة العبد من ذلك العبد. فلو أنا بشارككم النهاردة خاطرة في الفجر، افتكر كده كلمة الإمام الغزالي، لما تعمل مع ربنا حاجة أنت ما ترضاش بني آدم وأنت زيه زيك بني آدم يعملها معاك، من خلف الوعد أو التأخير عليه أو إغضابه ثم اللامبالاة وعدم الاعتذار اللي هي تشبه عدم التوبة لربنا سبحانه وتعالى من ترك فرائض معينة. عامل ربنا كده، وكما في الحديث الشريف استحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. استحي من ربنا زي ما بتستحي من الشيخ وهو داخل، الشيخ كان يبقى داخل فنوطي صوتنا بالشتايم واللي معاه سجارة يحطها ورا كده، قال يعني بقى إيه، وطبعا ده أدب، أدب مع الشيخ، ودي حاجة جميلة جدا يعني. استحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. حبيت أشارككم يعني في المعنى ده، ويمكن ده معنى مرئي دايما الواحد يفتكره كده لما يعمل حاجة في حق ربنا مش حلوة، يراجع نفسه ويرجع لربنا ويفرح بيه ربنا سبحانه وتعالى. عندي سؤالين النهاردة عايز أجاوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انصحني بكتاب في العبادات والعقائد والآداب يكون سهل في شرحه. لا، مش هنصح بكتاب، لأن العقيدة لا تدرس من كتاب. وبالمناسبة يا شباب، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ده كلمة الإمام الشافعي. إحنا ما بنقراش العلوم من كتب. إحنا ممكن نقرأ بعض الرقائق والأخلاقيات وسير الصالحين من كتب، لكن أقرأ فقه لوحدي غلط يبقى أكتر من صوابي، لأن لازم الشيخ يشرح لي. وأقرأ عقيدة من كتاب ممكن نص الكلام ما فهموش، لأنها مصطلحات بيسموها المتخصصين ترمينولوجيز، يعني مصطلح خاص بالعلم. فأنت تدرس الكتاب على الشيخ. طب لو ما الشيخ مش موجود ومش عارف أروح له، الأزهر بعيد عني، طب والجامع اللي تحتي ما فيهوش شيخ مثلا متعلم تعليم سليم، أعمل إيه؟ اسمع من على اليوتيوب، اسمع مثلا شرح العقيدة الطحاوية، وبرشح إن يكون اللي بيشرحها شيخ أزهري، دكتور يسري جبر بيشرحها بطريقة جميلة جدا. اشرح مثلا، اقرأ مثلا جوهرة التوحيد، اقرأ، انا اسف، اسمع الشرح من على اليوتيوب يعني، برضو اعتقد دكتور يسري جبر اعتقد انه شارحها. العقيدة السنوسية، كل دي كتب عقائد مقررة في الازهر، وكلامها جميل جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا حقيقة عقيدتنا بس بطريقة سليمة. يعني ايه افراط وتفريط في الدين؟ الافراط يعني التشدد، والتفريط هو التسيب، وكلاهما بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي ياخد سنة النبي ويعمل أزيد منها يبقى ده اسمه إفراط تشدد، واللي ياخد طريقة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيبها ده اسمه كده تفريط، يعني التسيب. ده الفارق ما بين الإفراط والتفريط. السؤال الأخير عشان أسيبكم تروحوا تتسحروا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أحافظ على هدوئي وأتخلص من العصبية والتسرع؟ الشغل في موضوع العصبية والتسرع مش في الموقف، الشغل بره موقف العصبية والتسرع. يعني أنا لما حد بيكسر عليا في الشارع بقعد أجري وراه بالعربية وأجيبه وأبص له من فوق لتحت، أو أشتمه وشايل معايا في العربية عصاية بيسبول كده عشان أنزل أضرب بيها حديدة، مع إن سيدنا النبي قال من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة. دي مش طريقتنا إحنا. طب ولما مراتي مش عارف بتقول لي ايه، فقمت مديت ايدي عليها، ولما ابني عمل ايه قمت شاتمه. الموقف ده نتيجة نفس محتاجة تهدأ بره، مش في الموقف. الموقف بيظهر حقيقة النفس. لازم الشغل بره. الشغل بره على حاجتين. اللي عنده عصبية زائدة بتخسره حبايبه، محتاج رقم واحد يبقى كثير الذكر. يذكر بإيه؟ يذكر بذكرين مهمين جدا، كثرة لا إله إلا الله، وكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حائل بيني وبين الخطأ، ولا مقوي على الخير والطاعة إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر، وكلمة أكثر يعني 500 مرة في اليوم فيما فوق، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة التانية إن الإنسان الغضوب محتاج إن هو يرى ما وراء الأفعال. رد فعله دايما بيبقى على الأفعال، وإحنا عندنا قانون نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. لما تحط الكلام ده في المعاملات، مش لكل فعل رد فعل، لكل سبب فعل رد فعل. شوف القاعدة دي مهمة قوي. يعني اللي قدامي ده كان يقصد سبب الفعل ايه؟ اللي كسر عليا في الشارع ده مش قاصد، ولا نازل من بيته بيقول انا هكسر على مصطفى ابو عربية رصاصي النهاردة بالليل، مش كده. هو لو كان اي حد مكاني كان كسر عليه، الموضوع مش شخصي. فمن شخصنش الامور، لكل سبب فعل رد فعل. فالانسان لما يرى اقدار الله عز وجل هيعرف يغضب امتى. يغضب للحق، ويغضب لأشياء تستاهل الغضب، لكن تلات أرباع الأشياء بنغضب عليها بسبب إننا دايما بشخصن الموضوع وبتعامل من الخوف، لأن الغضب هو عبارة عن خوف، خايف على مقامي، خايف على شكلي، خايف معرفش أسيطر. فلازم الإنسان يرى ما وراء الأفعال، ساعتها تلات أرباع المشاكل هتخلص يعني. لكن الذكر أهم عشان يسكن النفس، فرد الفعل ما يبقاش دايما متحفز يعني. شاركتكم في خطرة الفجر النهاردة، إن شاء الله بإذن الله نتقابل بكرة على خير. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله.